السلام عليكم. واليوم ودي أوريكم جلتش في تمبل رون. هذا جلتش مرة سهل، ما بعلمكم اليوم، بعلمكم إذا جالنا 30 سبسكرايبرز. يعني إذا ما سويتوا لنا سبسكرايب سووا لنا سبسكرايب، وإذا جالنا 30 سبسكرايبرز وعد مني أعلمكم. شوفوا يمشي ويمشي قدام ويمشي. وعد مني، خلاص أنا هذا وعد مني. جالنا 30 سبسكرايبرز أعلمكم كيف. هذا يقعد ويقعد ما يوقف، لو تخلي في الشحن 30 يوم بيقعد ويقعد ولا يوقف، يمشي ويمشي ويمشي ولا راح يوقف. لو تطلع حتى لو تروح يوتيوب تروح تلعب أي لعبة ثانية باقي يقعد يكمل. وشكرا متابعتكم معنا، ومع السلامة عليكم. واليوم راح أعلمكم كيف تسوون ذا الجلتش اللي في تمبل ران اللي تمشي ولا توقف. أولا اللي بتسويه راح تروح options، ولازم تحط على tutorial. أوكي راح نطلع من options ونبدأ، واللي تسويه هو بس